السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم محاضرة اليوم بعنوان المجموعات المفتوحة في الفضاءات المترية. الآن نأخذ بعض التعاريف حول الفضاءات المترية. عندنا تعاريف مهمة، تعريف النقاط الداخلية، والتعريف الآخر اللي هو مجموعة كل النقاط الداخلية. ومن هذا التعريف راح نأخذ مفهوم الأوبن سيت بالمتريك سبيس. ما هي النقطة الداخلية؟ S راح أفرض أنه S هو مجموعة جزئية من المتريك سبيس، وراح نفرض أنه هاي النقطة X تنتمي لS. الـ X تسمى نقطة داخلية إذا وجدت كرة تحقق الآتي. هذه الكرة بول تحقق أنه تحتوي X وتكون بالكامل داخل الS. مثال على ذلك، يعني مثلا عندي هذا متريك سبيس وعندي S هو متريك سب سبيس، عندي نقطة داخل الاس، فإذا هذه النقطة وجد جوار يحتوي هاي النقطة هو بالكامل داخل المجموعة اس، بهالحالة اكس تسمى نقطة داخلية. طبعا مجموعة كل النقاط الداخلية the set of all interior points راح نزلها interior s. التعريف الثالث المهم هو انه المجموعة اس تسمى open set اذا كانت كل نقاطها نقاط داخلية. طبعا بمعنى اخر انه الاس هو اوبن اذا فقط اذا الاس يساوي الانتيرير اس. التعريف الثالث المرتبط ايضا، المجموعة اس تسمى كلوزد او مجموعة مغلقة اذا كانت متمة الاس هي مجموعة مفتوحة. مثل ما تعرفون تعريف المتممة هو كل العناصر اللي تنتمي للفضاء الاصلي واللي ما تنتمي للمجموعة اس. خلينا ناخذ هذا الرمان، المجموعة تسمى مجموعة مفتوحة إذا كانت كل نقاطها داخلية. شنو معناته كل نقاطها داخلية؟ معناته لكل نقطة تنتمي للأس يوجد R أكبر من صفر، بحيث إنه الكرة هاي النقطة تكون محتواة بداخل كرة نصف قطرها R، والكرة لازم تكون محتواة بكامل داخل الاس. فهذه معنات الريمارك. فهذه طبعا هاي الريمارك راح نستخدمها بجميع المبرهنات المقبله. فعلى مود اثبت ان المجموعه اوبن لازم افرض انه لكل اكس ينتمي للاس يوجد ار، بحيث انه الاكس ينتمي للكره اللي نصف قطرها ار، والكره تكون محتوات بالكامل داخل الاس. الان راح ناخذ امثله توضيحيه. خلي ارجع للمثال نفسه اللي اخذناه اللي هو اليوكليديان متريك سبيس الار والدي، وخلينا نشوف شنو انواع الاوبن والكلوزد سيت داخل هذا الفضاء. فخلي افرض عندي الار والدي مثل ما قلنا اليوكليديان، راح افرض عندي اس هي المجموعه المغلقه مثل ما اخذنا بجسر الصفر واحد، وخلي اشوف شنو نوعيه الاوبن والكلوزد سيت. طبعا فد ملاحظه مهمه، الملاحظه كل فتره مغلقه في الار هي مجموعة مغلقة، وكل فترة مفتوحة في ار هي مجموعة مفتوحة. سؤال، هل ان الاس open set in r او closed set in r؟ answer هو S is closed. شنو السبب؟ هسه أنا عندي S، فهل ممكن أنه أخذ كرة بالR بحيث أنه هاي الكرة تحتوي الصفر وتكون محتواة بالS؟ جواب لا. ليش؟ يعني أي كرة راح أخذها راح تعطيني كل الX بالR وليس بالS. دير بالكم الD of X صفر هي أصغر من R، وبالتالي راح تطلع عندي أي كرة أخذها هي من سالب R إلى R، وهذه غير محتواة بداخل الاس. فاذا اي كرة اخذ للصفر ما راح اقدر اجد انه هذه الكرة محتواة بالاس، فاذا الصفر ما يعتبر interior point is not interior point، وبالتالي فان الاس اللي هي صفر واحد هي closed. زين، خلي اخذ هذه الفترة، خلي اخذ هذه الفترة صفر واحد، هذه طبعا داخل الاسية اصلا كل الفترة،
سؤال، هل هي open ns open nr and y؟ خلي اجي اشوف اس، خلي اجي اختبر الصفر. طبعا عندي مشكله قلت لكم بالانغلاق. بدايه خلي اجي اختبرها داخل اس ان اس. طبعا من اس ايش راح يصير؟ راح يصير الاس والدي مقتصر على اس، فاجي للصفر. عندي مشكله وين بالصفر، الباقي كله ما في مشكله. فاجي بي نصف للصفر، راح يساوي كل الاكس ينتمي من الصفر واحد، بحيث انه القيمه المطلقه للاكس اصغر من النص، فراح يطلع لي مثل ما شفنا قبل شوية انه هي من فترة من الصفر للنص، وهذه داخل صفر واحد. فاذا هذه هي open ns. سؤال، هل ان الصفر واحد open nr؟ جوابنا ليش؟ لانه عند الصفر اي كرة اخذها البي AR بAR بR للصفر راح يساوي الاكس اللي ينتمي للR كلها، بحيث انه المسافة ما بين الاكس والصفر اصغر من R، وبهالحالة راح ينطيني القيمة المطلقة كل الاكس اللي ينتمي للR، بحيث انه سالب R اصغر من X وX اصغر من R، فراح يعطيني هاي الفترة اللي هي سالب R R. طبعا السالب R R ما تكون داخل الفترة صفر واحد، لكل الصفر أصغر من R و R أصغر من R. الآن راح نأخذ هذه المبرهنة. المبرهنة شو تقول؟ تقول the union of any collection of open sets is open. طبعا بالبروف مالتها راح نفرض انه ال P هو collection of open sets، يعني P يساوي كل ال A، بحيث ان ال A هو open. بعدين راح افرض انه الاس مالتي هي الاتحاد مال ذني المجموعات كلها. حتى اثبت انه الاس هي open لازم افرض انه لكل الاكس ينتمي للاس يوجد r اكبر من صفر، بحيث انه الاكس ينتمي للبي ار اوف A، والبي ار اوف A هي محتويات بالكامل داخل الاس. راح افرض اكس ينتمي للاس، فاذا الاكس اما ينتمي ينتمي للاي. ليش؟ لان الاس هو الاس هي عبارة عن اتحاد مجموعات، فبما ان الاكس ينتمي للاس نفسها فاذا هو ينتمي لواحد من الاي، وهذا يكون هنا اي اي 1 اي 2 اي 3 او اي بي سي دي وهكذا. فاذا بما انه انا عندي نقطة تنتمي للاس فهي لازم تنتمي لوحدة من ذني المجموعات. طبعا هنا لانه الاي هاي الاي هي open، فيوجد جوار راح يحتوي الاس نفسه. فإذا وجدت يوجد جوار أو وجدت كرة تحتوي الأكس، وهاي الكرة داخل الأي بالكامل. زين، بما أن الأي هو داخل الأس فإذا هاي الكرة صارت داخل الأس بالكامل. فإذا وجدت كرة، هاي الكرة احتوت على الأكس وهي محتوى داخل الأس، فإذا الأكس هو interior point، وبالتالي فإذا الأس هو open set. خلينا ناخذ هذه المبرهنه الثانيه. المبرهنه يقول التقاطع مالت مجموعه منتهيه من العناصر من المجموعات مفتوحه هو يكون مجموعه مفتوحه. البرهان كما يلي: اس هو تقاطع كل المجموعات، بحيث انه الاي الفا هو open set for each الفا. زين، هنا ايش راح نقول؟ اذا الاس يساوي فاي فالفاي هي open set، هذا واضح. زين، اذا الاس ما يساوي فاي فاذا يوجد على الاقل عنصر واحد ينتمي للاس. بما انه هذا العنصر ينتمي للاس فاذا الاس احنا لما تقاطع مو اتحاد، فاذا ينتمي لكل الاي الفا من الواحد للام. زين، بما انه الاي الفا هو open set، اذا يوجد كرة مفتوحة بكل اي الفا. خلي ناخذ التوضيح للمبرهنة بهذه النقطة. ليش انا من فرضت الار هو المينيموم طلعت عندي الاكس محتوات بكرة وهاي الكرة تكون داخل الاس، يعني داخل كل الاي، وبالتالي طلعت عندي الاكس هو انتريور بوينت واس هو اوبن. خلينا ناخذ هذا المثال لتوضيح المبرهنة. احنا ايش عندنا؟ عندنا الاس يساوي تقاطع لما الاي يساوي واحد الى ام اي اي. هنا انا راح افرض انه الام قيمتها اثنين، يعني معناته الاس هو تقاطع الاي 1 مع الاي 2. طبعا هنا الـ A1 والـ A2 اثنين هم شنو؟ open sets. فرضت انه الـ X ينتمي للـ S، فاذا الـ X انتمي للـ A1 والـ X انتمي للـ A2.
خلينا نشوفها بالرسم. هذا الاس كلها خلينا نقول، خلينا نفرض هذا الاي 1 وهذا هو المتبقي كله اي 2، هذا اي 2. انا عندي الاكس ينتمي للتقاطع، معناته الاكس هنا موجوده. بما ان الاكس انتمت للتقاطع هسه لانه الاي 1 اوبن، إذن يوجد كرة، خلي آخذ هاي الكرة مثلا المركز مالتها X ونصف قطرها R1، فهاي الكرة هي صارت داخل داخل الـ A1. بعد هنا بما أنه الـ X ينتمي للـ A2 والـ A2 open، فإذن يوجد كرة وين موجودة بالـ A2، هذه الكرة نصف قطرها R2. فهنا الفكرة انه ذني الكرات مو شرط كل الكرات هنا داخل التقاطع، بس اذا اخذنا المينيموم معنى R1 والR2 فمية بالمية راح يطلع هو واحد منهن. هنا بهالحالة طلع عندي R1 والR1 مثل ما تلاحظون هو داخل التقاطع، فاذا بهالحالة وجدنا جوار، هذا الجوار اللي هو B R1 of X أو نفسه هو احنا سميناه BR لأن احنا سميناه R هو المينيمم، BR of X هذا الجوار محتوى بالكامل داخل الـ S.